هذا السولينويد فالف. السولينويد فالف زي ما بتشوفوه، بعرفش اذا واضح لكم، مش واضح كثير. شايفين في انبوب نازل من هون؟ هذا الانبوب اللي نازل اللي بيعبي في التانك. هاي هون في عندي تو ترمز، هذول بيجي عليهم 220 فولت اي سي، 220 فولت اي سي بيشغلوا هذا السولينويد. السولينويد هذا لما يشتغل القطعة بتطلع لفوق، لما تطلع لفوق شو بتعمل؟ تسمح للمي انها تمر من هون، والمي جاي من ورا. انتوا صعب تشوفوه من هون لان احنا مش مصورينه من ورا، بس بتشوفوه في المختبر بنشوفه. المي هاي بتكون جايه من الحنفيه، حنفيه المي البارده، فحنفيه المي البارده بتدخل من هون بتمر على الصمام هذا اللي موجود هون. هي السولينويد تبعه اللي بحركه بيرفعه وبنزله، بيفتح الفتحه هاي من هون، هي البربيش. واذا شايفين البربيش في له زي مربط، بس مربط هذا بالايد زي زنبرك بتدفشه من هون، بتفتح بتفك. فهذا السولينويد المي بتدخل على الجاذبيه. سهل طبعا افحصه، لو بدك تفحصه شو بتعمل؟ تقدر هدول تفكهم. شايفين كيف هدول معزولين؟ لانه هاي ممكن يجي عليها كهرباء القطعه المعدنيه هون، فهاي معزوله من هون، فبامكانك بايدك طبعا بتصير تشتغل عليها وهي لايف، لازم تطفي الغساله. بس لما تطفيها بامكانك تشيل هاي من هون وتشيل هاي من هون، ببين له الطرفين تبع السولينويد. كيف بدي افحصه اتاكد انه بيشتغل ولا لا؟ بجيب 220 فولت، بتحط 220 فولت، شو بتسمع؟ حتى لو فيش مي شو بتسمع؟ تكي. تسمع صوت التكه تبعت السولينويد انه فتح وسكر. اذا بدك تتاكد اكثر انه شغال شو بتعمل؟ حط مي من هون وشوف اذا المي بتنزل من هون لما تكون مشغله. فلما تحط هون بيفتح الصمام بصير ينزل مي من هون، شيله بسكر وبطل ينزل مي من هاي الجهه. هذا هو السولينويد. فحصه سهل جدا، ممكن تفحصه حتى على المقاومه، يعني ممكن حتى بدون كهرباء تفحصه. عاده لما بيخرب هذا شو بصير؟ ببطل مقاومته، بتصير عاليه جدا، بكون انحرق السولينويد، الكويل من جوا بكون. تمام؟ كيف بفحص المقاومه؟